صباح الأمل، صباح التفاؤل، صباح النور مشاهدي قناة سي تي في كل مكان. أهلا وسهلا بحضراتكم، حلقة جديدة ويوم جديد وبرنامجكم صباح النور. حلقة النهاردة بتاريخ يوم السبت 28 يناير 2023. يا رب يوم جديد كله خير وبركة وصحة وسعادة وكل حاجة حلوة لكل مشاهدينا اللي بينورونا من كل أنحاء العالم. النهاردة هكون معاكم في الحلقة لوحدي، هبقى واخدة دور برد كده، فيعني هي مريحة رياحة يوم الخميس والنهاردة كمان، وإن شاء الله من أول يوم الاثنين ترجع بألف خير وسلام، ترجع تنور البرنامج. النهاردة 28 وأنا اتكيت على 28 عشان نفتكر الخير بقى، يعني أنا بس مش ده موضوعنا يعني، بس أنا يعني التاريخ بس 28 يناير زي النهاردة من سنين، من 12 سنة مصر راحت وكانت مش راجعة. مصر راحت لسكة صعبة جدا. يوم 28 يناير اللي هي كانت جمعة الغضب كان يوم صعب جدا جدا في حياة مصر. أنا بشوف إن هو مزق مصر كلها كده، لما روحنا لبيوتنا بالليل أو الناس دخلت بيوتها على آخر اليوم لقيت مفيش أمن ومفيش عسكري في الشارع ومفيش حاجة ومفيش بلد ومفيش أي حاجة، ولقينا عيال قاعدة على النواصي عندنا وتقول لي إحنا مش الأمن بتاع المنطقة هنا، ورايح فين ومراتك رايحة فين ومعاك إيه في جيبك ورايح فين وجاي منين، وحاجات كده غريبة جدا. يعني أنا بستغرب إن في ناس وقتها كانت بتفتخر يقول لك أنا كنت بسهر في الشارع بالليل عشان أحمي الشارع بتاعي. يا حلاوة يا ولاد، يحمي الشارع بتاعه، طب فين يا عم الأمن؟ ما قال لك ما احنا مشيناهم واحنا ما عرفش ايه بتاع. كانت أيام صعبة جدا جدا. أنا بصراحة ما كنتش أتصور إن البلد دي ترجع تاني، إن البلد دي ترجع مرة تانية يبقى فيها أمن وأمان ويبقى الناس تعرف تمشي في الـ في الـ في, الـ في الشارع. قول زي ما تقول، قول عندنا مشاكل اقتصادية وطبق البيض اللي بقى ب100 جنيه وكل الفراخ اللي بقى ب75 وكيلو اللحمة اللي عدى ال200 جنيه، وقول زي ما تقول. لكن أنا اللحظات دي كانت لحظات صعبة جدا 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 في حياتنا. 28 يناير ده كان يوم صعب جدا 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 في حياة مصر كلها. الله لا يعيده، الله لا يعيده مرة تانية، أمين يا رب، ويحفظ البلد دي ويحفظنا كده آمنين على أرضها وفي بلدها. النهاردة عايز أتكلم مع حضراتكم في موضوع كده في المقدمة، في مسلسل جميل جدا جدا. عارفين احنا الموضوع المسلسلات وبيحرك مشاعرنا بشكل كبير جدا، اسمه موضوع عائلي الجزء الثاني، بطولة النجم العظيم الحقيقة اللي انا بشوفه يستحق يوصل للعالمية، الاستاذ ماجد الكدواني. ماجد الكدواني وكل فريق العمل قدموا ادوار حلوة جدا جدا جدا، لكن كانت اخر حلقه في الجزء الثاني دي مفيش حد شافها ومعيطش، مفيش حد شافها وما تاثرش. اكتر من مشهد كان ليه مردود فعل عظيم جدا جدا. ماجد الكدواني وهو بطل المسلسل وهو داخل يعمل عمليه صعبه جدا وبيحاول يطمن كل الناس اللي حواليه، لكن هم ماشيين وسايبين الاوضه طلب بس اخته تبقى معاه، وانفجر من العياط قدام أخته وعرّلها نفسه، قال لها أنا خايف أنا خايف أنا خايف، دي ما بتطلعش من الراجل غير لما يعني الشديد القوي يعني. كان في أكتر من مشهد حلو خالص، كان في مشهد وهو بيصلي لربنا، كان في مشهد حلو خالص وغنوة جميلة جدا، هي دي اللي أنا عايز أتكلم عليها النهاردة. بنت أبوها، بنت أبوها، قد إيه العلاقة شفناها ما بين البنت وأبوها، علاقة خاصة جدا، علاقة جميلة جدا. بنت أبوها، والتعبير مش جديد، والشطارة في اللي بيكتب غنوة إن هو يجيب تعبير متداول ومش جديد فالناس يلزق في ودنها. فبنت أبوها ده تعبير إحنا كتير جدا بنقوله على مين بقى؟ يعني مين هي البنت اللي أنت تقدر تقول عليها دي بنت أبوها
وليه مش بنت امها؟ يعني انا برضو مش واخد بالي يعني، بس ليه يعني احنا عارفين ان العلاقه ما بين البنت وابوها بتبقى علاقه شديده جدا جدا جدا، رغم ان في بعض الاماكن وخاصه كان في الصعيد زمان، اعتقد دلوقتي لا على فكره يعني، اللي هو يعني الراجل لو مراته جابت بنت كان يزعل زعل شديد جدا جدا جدا، رغم ان البنت دي بتبقى هي اللي بتبقى في الاخر حته من قلبه يعني. فاعتقد دلوقتي ما بقاش موجود الكلام ده، او لو موجود هنلاقيه موجود بقله يعني، بنروح الصعيد وبنشوف الناس وقد ايه بيحبوا بناتهم وقد ايه علاقات حلوه جدا ما بين البنت وابوها. لكن ابعتوا لنا على صفحتنا على الفيسبوك سي تي في ايجيبت صوره البرنامج، وقولوا لنا ايه المواصفات اللي تشوفها في البنت تقول دي بنت ابوها، دي بنت ابوها. ويمكن على الحقيقه تقرا ايه سبب تقارب البنت بابوها، كله كلام لكن ما فيش حد بياكد مثلا ان في علم النفس يوجد مش عارف ايه وايه وايه وحاجات كده، وقال فلان الفلاني قال وفلان، ما لقيتش الكلام ده كله. لكن لقيت ان البنت بالنسبه لها الرجوله هي ابوها، يعني هي بتتعرف على الراجل من خلال ابوها، بتتعرف على الرجوله من خلال ابوها. ونلاقي بنات ممكن تتاخر في الجواز شويه لان هي بتدور على حد شبه باباها، بتدور على حد شبه باباها في حنيه باباها، في طيبه باباها، في حتى في شكله، لو لقيت حد شبه باباها تبقى طايره بيه. بنشوف كمان ان الاب بيبقى له علاقه خاصه جدا ببنته، بيحبها كده ويبقى طاير بيها وبيشوفها ان هي حته من قلبه، وهي الدلع كله، هي كل حاجه. ايه سبب العلاقه دي؟ دي علاقه الهيه يعني، انا بشوفها كده ان الابن بيتقرب لامه والبنت بتتقرب لابوها، بتبقى حاجه جميله جدا. لكن في وسط البنات اللي انت بتتعامل معاهم او اللي بتشوفوهم في حياتكم، تشوف بنت تقول دي بنت ابوها. فانا عايز تقولوا لي بقى ايه هي المواصفات اللي بتشوفها تقول دي بنت ابوها. واللي حابب يكلمنا ويقول لنا كمان، هسيب ارقام التليفونات على الشاشه، قولوا لنا يعني مواصفات بنت ابوها تبقى عامله ازاي. طيب نبتدي قبل ما ناخد التعليقات، اكتبوا لنا التعليقات، هاخد بس التليفونات كده لغايه ما التعليقات تجهز معانا على صفحتنا على الفيسبوك. استاذ هاني من اسيوط، صباح الفل. صباح الرضا يا استاذ اسحاق، ازي حضرتك؟ الله يخليك يا استاذ هاني. والف الف سلامه للذهبه. الله يخليك، تعيش يا استاذ هاني. انا بامانه سعيد خالص اني بكلم حضرتك. ربنا يخليك يا استاذ هاني، ده شرف لينا. الله يخليك. وانا معلش يعني ممكن اقول ملحوظه، اتفضل، ان الاستاذه هبه برضه سايبه فراغ طبعا من ناحيه حضرتك. طبعا، لان انتوا الاثنين مكملين بعض. طبعا، ودي حاجه تفرحنا. اثنين خير من واحد. صحيح، واحنا بيفرحنا ان احنا بنكمل بعض. ربنا يبارك حضرتك يا فندم ويعفي عنها ان شاء الله. ربنا يخليك يا استاذ. قول لي بقى مواصفات بنت ابوها، امتى تشوف البنت تقول دي بنت ابوها؟ مواصفات البنت لما اشوفها كده جدعه في امورها وفي تصرفاتها. أي. في اخلاقها، في معاملاتها، دي تقول لك فعلا دي بنت ابوها. في كل قرار تاخدها او ياخدها للشخص كده يقول لك لا دي بنت ابوها، لان ابوها فعلا رباها تربيه حسنه. الله، حلو قوي. لان فعلا البنت ايه، انا اسف يعني في اللفظ، يقول لك لا دي البنت ايه، في مثل صعيد يقول لك اسف القدره على فمها، تطلع البنت لامها. اي لكن هنا عندنا في الصعيد كده البنت راجل، البنت جدع، البنت يقول لك يا سلام دي بنت ابوها، بنت ابوها، دي تربيه صح. صحيح، فلما تشوفها متربيه تربيه صح تقول دي بنت ابوها. بشكرك يا استاذ هاني. الله يخليك، شكرا، نورتنا. شكرا 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 لحضرتك. طب انا اقول لحضراتكم، وانا نفسي حد يعمل لنا شويه دراسات كده. جه في وقت من الاوقات يقول لك البنت دي غابت والبنت دي هربت والبنت دي اتخطفت، ايا كان المسمى. مش عايزين نجادل كتير في القصه دي عشان ما نبعدش عن الموضوع، لكن مش هتلاقي بنت اختارت ان هي تبعد عن البيت وتسيب عيلتها وتسيب اسرتها وعلاقتها بابوها وحشه. يعني مش هتلاقي، ما فيش بنت بتمشي وعلاقتها بابوها كانت كويسة وكانت زي الفل وكانت بتحب بأبوها جدا وأبوها كان بيحبها جدا. دايما البنت اللي بيضحك عليها بكلمتين بره دي بيبقى هي بتفقد الأب،
او في حد بره بيمثل ان هو دور الاب في حياتها، بيبقى حته عيل ولا شاب صغير ويمثل لها ان هو دور الاب، الحنيه والحضن واللي ما اعرفش ايه ايه ايه، وهي تصدق. طب هي هتلاقي ابوها هناك ولا تلاقي ابوها ولا امها ولا تلاقي اي حاجه، وبتروح البنت في حته بعيده خالص. تعالوا نشوف ام سامح معانا. ام سامح صباح الفل. صباح الفل عليك استاذ، كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك طيبه يا رب. ربنا يا ابني يعود عليك بخير يا رب. تعيش يا مسامح، ربنا يخليك. بص يا استاذ اسحاق، انا كان معايا جوز الله يرحمه، انا معايا ثلاث رجاله وبنت، كان عندي البنت ديت بالثلاث رجاله، وهي يعني ما زالت لغايه دلوقتي بقى له 8 سنين متوفي، ولغايه الساعه ديت وهي حزينه وبتبكي عليه. متعلقه لانها كانت قريبه قوي منه، وهو كان قريب قوي منها، ما كانتش تستحمل ربع كلمه فيه. كان كل اللي يكلمها يقول لها انت بنت ابوكي، انت بنت ابوكي، ما يعني كانوا ناسيني خالص انا من اللسته دي. بس انت كنت بتفرحي اكيد يا مسامح، اكيد يا مسامح كنت بتفرحي للعلاقه دي. أيوة ما بينها. أيوة وما بين طبعًا ابوها. ايوه حاجه تفرحي. لما كنت يعني ازعق معاها ولا اكلمها في اي حاجه كان بص ما يعمل له شغلانه معايا بسببها. أيوة. فهي مأثر فيها بقى عشرته والتعامل بتاعه معاها لغايه الساعه دي، بقى له 8 سنين متوفي كانه لسه النهارده، يعني اي حد يجيب لها سيرته ولا تشوف صورته تنهار كده من العيار. ربنا يرحمه وربنا يخليها لك يا رب. بشكرك يا مسامح كتر خيرك. جميل ان احنا يبقى دي العلاقه ما بين، يا ريت نشوف علاقات ما بين البنت وابوها بهذا الشكل. وانا بقول لحضراتكم مره تانية وثالثه، ما فيش بنت مثلا ممكن تبعد عن البيت وتعمل حاجه تضايق اهلها وكان في علاقه حلوه ما بينها وما بين ابوها. يقول لنا البنت لما بتدور بره وتدور بعيد دايما اللي بيضحك عليها بيمثل دور الاب، الحنيه والرعايه والاهتمام والحاجات دي كلها. وبقول لحضراتكم برضو فكره بتبقى صعبه جدا على البنت ان هي تختار عريس مثلا وهي مرتبطه بابوها شديد جدا، تقول لك اصله مش شبه بابا، انا عايزاه شبه بابا. شبه بابا مش بس في الشكل لكن في الطباع. لكن هل في حد ممكن يتجوز حد، يعني بنت تتجوز حد يبقى في حنيه ابوها وطيبه ابوها وخوفه عليها؟ اعتقد صعب، مش هقول مستحيل بس هقول على الاقل صعب. بنت ابوها ده الغنوة الجميلة الحقيقة اللي عملوها في المسلسل وفكرتنا بذكريات جميلة جدا. اعتقد مفيش بنت والدها توفى او حاجة وما سمعتش الغنوة دي وعيطت، مفيش بنت بتحب باباها جامد وما سمعتش الغنوة دي وعيطت. انا بس يعني مرة تانية وتالتة بنحيي صناع المسلسل على المسلسل الجميل والحلقات الجميلة وكمان على الغنوة الجميلة اللي سابوها لنا بنت ابوها. تعالوا نقرا مع بعض التعليقات وابعتوا لنا برضه وقولوا لنا على صفحتنا على الفيسبوك سي تي في ايجيبت. اخد مع حضراتكم التعليقات. فينا صبحي بتقول صباح الورد حبايبي اسحاق وهبه، الف مليون سلامه يا هبه يا جميله. طبعا البنت بتبقى حنينه جدا لكن بنت ابوها اللي هي جدعه في كل حاجه تخص باباها، تقوم هي اللي تحضر له الفطار وتهتم بيه بكل تفاصيله تهمه، كمان ضروري يكون الاب حنين عليها منذ طفولتها ولما بتكبر بيهتم برايها في كل حاجه، وهي بالتالي هتهتم بيه وتحبه اكتر من نفسها وتحب لما تتجوز تكون نفسها بشخصيه زي ابوها. دي بنت ابوها بجد. اميره منسي بتقول بمناسبه يوم 28 يناير اللي حضرتك ذكرته فكرتين بالوقت ده لما بابا قبل ما يروح السماء كان موجود وقتها في بيته وانا في بيتي، وطبعا حظر تجوال ومفيش تواصل، كنت اكتر واحد مفتقداه في الوقت ده هو بابا لانه كان معودني نتكلم ونتناقش في كل حاجه، والبرامج السياسيه كانت وقتها هموت واشوفه واقعد اتكلم معاه واعرف رايه في اللي بيحصل. واجمل جمله كنت بحب انها تتقال لي وانا صغيره، انت منسى الصغير، مع اني عارفه اني عمري ما اعرف اكون ربع ربنا يريح يريح نفسه في فردوس النعيم. جميل. هي كانوا بيقولوا لها، هي مدام اميره منسه كانت بتقول ان هما كانوا بيقولوا لها انت منسه الصغير وتنبسط بيها. على فكره البنت لما حد بيقول لها انت شبه ابوكي، انت بنت ابوكي، انت فلان الصغير، قد ايه بتنبسط وقد ايه بتبقى فرحانه. كيرلس عاطف بيقول البنت تكون بنت ابوها لما تمشي في الشارع محدش يعرف يبص لها،
كمان، ولو حد بص لها ما تسيبهوش تقول له انت مش محترم، دي هي البنت اللي بنت ابوها. نعيم صابر ابو مينا، البنت اللي حته من ابوها متربيه احسن تربيه، وربنا يحافظ على البنات كلها. مينا العربي، هو البنت طبعا نبع الحنان والطيبه والجدعانه والقلب الحنين، وبتبقى نسخه من ابوها. لما ابوها يبقى بيشد عليها مش بضرب، لا بالكلمه الحلوه، عشان مربيها تخاف على زعل ابوها. ميرفت مقارنه روز، بنت ابوها بتبقى بتحب ابوها لدرجة انها تتمنى تتجوز واحد زي ابوها، وكل حاجة تقول بابا قال لي اعمل كذا، وما تتنزلش على ابوها بيقوله. نشوف مع بعض معانا مدام نيفين من اسيوط. مدام نيفين اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك، ازيك يا سحاج؟ الله يخليكي، نشكر ربنا. السلام على هبه، مفتقدينها جدا. الله جدا يسلم. في البرنامج ان شاء الله يوم الاثنين تبقى معانا يا رب يا رب. ان شاء الله ان شاء الله. انا بابا متوفى من 19 سنه، لكن بابا داوودي كان اعظم واحد في الدنيا، كنت بحبه جدا جدا جدا. كان بيجمع بين الحنين، كان بيديني الحنين، وفي نفس الوقت كان صارم، يعني كان بيخاف علينا طبعا زي اي اب. وانا فعلا اللي كنت بنت ابوها، يعني فعلا لما جيت اتجوز، لما جيت يسال على جوزي عشان خاطر ان هو يعني اتجوز وكده، بيقول للناس اللي هو بيسال عليهم انا بديهم بنت، انا بديهم عين من عينيا. الله الله. فهو كان بالنسبه لي كل حاجه في الدنيا. لما جه توفى ومات كنت احزن واحده في الدنيا اكيد، ولحد دلوقتي بفتقده وبحن له وبقول له الله يرحمك يا بابا. فعلا ما فيش حد يقدر يعوض في الدنيا دي كلها حنان الاب والحنان الام. امين. طب يا مدام نيفين، لما حضرتك جيتي تتجوزي كان فارق معاكي قوي فكره ان يا رب جوزي ده يبقى فيه حتى حته من بابا، يبقى فيه؟ طبعا طبعا طبعا، كنت اتمنى من كل قلبي ان 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 الراجل اللي انا هرتبط بيه داوتي ياخد حتى حاجه بسيطه كده من بابا. صحيح. ربنا يعني الله يرحمه، ربنا يرحم بابا، ودايما تفتكريه ودايما تتكلمي عنه كلام حلو. بشكرك جدا يا مدام نيفين. باسم بطرس بيصبح علينا من بني سويف. ليلى عياد، منور الشاشه صحيح، الف سلامه على هبه، شكرا لحضرتك. استاذ عادل عبد الله بيصبح علينا من دمياط، وبيقول البنت حبيبه ابوها ومياله لابوها اكتر من امها. جورج مسعود، انا بالنسبه لي صباح الخير، انا اسمي جانيت. انا بالنسبه لي خطيبي زي بابا، مش بقول له غير بابا، عشان هو فعلا بابا في حنان الاب وطيبه الاب وخوف الاب. خطيبي هو بابا. طب يا جانيت، ربنا يخليكوا لبعض، ويا رب بقى بعد ما تتجوزوا يفضل زي بابا يعني مخلص. انا مش عارف بقى يعني، انا شويه بقى ساعات ببقى قليل ذوق يعني في التعبيرات بتاعتي، بس هل ممكن حد فعلا تبقى خطيبها او جوزها يبقى زي باباها؟ دي تبقى حاجه عظيمه جدا يعني، تلاقي فيه نفس الطيبه ونفس الحنيه ونفس الخوف على زعلك ونفس المشاعر اللي بيقدمها بابا بدون يعني بدون ما يبقى لها حدود وبدون مقابل. هل في حد ممكن يبقى كده؟ ابعتوا لنا برضو قولوا لنا. ساعات انا ببقى مش متفهم حاجات، ممكن اكون انا عقلي شويه ناشف بتاع دي قصتي يعني، لكن ممكن حضراتكم تقولوا لنا برضو اتعلم منكم يعني. ام شنوده بتصبح علينا بتقول الف سلامه على هبه. نعيم صابر بيقول الف سلامه يا هبة ورب وترجع بالسلامة يا رب. أستاذ مجدي هريسة بيصبح علينا. ومدام نعمة صباح الفل. صباح الخير يا حبيبي. أهلا أهلا بحضرتك. ألف سلامة للأستاذة هبة. الله يسلمك، ربنا يخليك تعيش. أنا متربية في الصعيد في النخيلة. أجدع ناس، ربنا يخليك. أنا بابا جوزني 14 سنة لغاية دلوقتي أنا سني 61 سنة. ربنا يديك العمر. صباح الخير يا حبيبي. اتفضلي اسمعيني. بس الـ 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 أي حاجة أجي أعملها خطأ أفتكر بابا يقول لي عيد. الله، يعني حتى في سن حضرتك يعني بتفتكر بابا. بحترم التراب اللي بيمشي عليه. الله. وعيب اي حاجه اجي اعملها اخطا فيها اقول لا بابا قال لي، بابا قال لي، بابا قال لي. الله. لدرجه واحد جارنا هنا مسلم يقول لي هو انت دي على طول بابا 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 مفيش ماما؟ اقول له لا هو بابا بابا بابا. انا بحب ماما.
الله، وده تأثير علمني عيب. شكرا، بشكر حضرتك، بشكر حضرتك جدا. ده تأثير الأب يعني حتى بعد زمن وحتى بعد ما بنكبر في السن، الكلمة اللي بيقولها ما بننساهاش، بتفضل في عقولنا وفي قلبنا وفي ذكرياتنا. يعني ليا راسلة بيصبح علينا وبيقول بنت أبوها هي الحنينة الجدعة الطيبة، ربنا يحافظ على كل البنات. زيزي ليندا بتقول بابا كان مثال للحب والحنان والتضحية والعطاء بدون مقابل، احنا كنا ثلاث بنات وكان بيثق فينا كلنا ثقة ملهاش حدود، وكان بيقول أنا عندي ثلاث جواهر ربنا ينيح روح. فرحة حازم بتقول بنت أبوها بتبقى بتحب أبوها لدرجة أنها تتمنى تتجوز واحد زي أبوها، كل حاجة تقول بابا قال لي أعمل كده وما بتعملش غيره. رينا نور سلامتك يا هبة، أنت بتعمل إيه مع بنتك يا إسحاق؟ بعمل إيه مع بنتي؟ بحبها أكيد زي ما بنقول يعني. جيهان ناروز بتصبح علينا بتقول ألف سلامة الهبة، أنا بنتي مارينا باباها سافر السما من 5 سنين ومع ذلك شربت منه الرجولة والجدعانة لدرجة إن أصحابها بيقولوا لها يا ناروزة، وكل واحد يتعامل معاها يقول دي بنت أبوها. جميل، البنت تفرح جدا، يقول لها أنت شبه باباك، أنت فلان الصغير زي ما احنا بيقولوا لنا كده. مهرائيل سمير بحبك أنت وطنط هبة، شكرا يا مهرائيل يا جميلة. سامح أبو كراز بيصبح علينا وبيقول هي فعلا 28 يناير يوم ما يتنسيش، وربنا اتدخل في الوقت المناسب واختار الصالح. ومشنودة بتصبح علينا وبتقول مفيش زي حنية بنت أبوها عندي، بنت هي أختي وصاحبتي وكل حاجة ليا في الدنيا. ميري يؤنس بتقول اللي يسعدها زمانها تجيب بناتها قبل صبيانها، مثل حلو. استاذ ثروت عادلي بيصبح علينا بيقول الف سلامه على هبه وبنت ابوها، البنت اصلا حنينه جدا والاب بيكون حنين على بنته اكتر من الولد عشان بتكون بنت ابوها، وصعب اي زوج يعوض حضن وحنيه ابوها. انا مع حضرتك جدا جدا يا استاذ ثروت. واستاذ مدحت الضبع بيقول البنت كل الحنيه والطيبه والقلب الطيب سواء مع ابوها امها، الراجل ساعات كتير بيكون جافي وصعب، وعموما سر البنت مع الاب وليس الام، وحاولت اوصل للسر ده ولم اصل لشيء. استاذ جورج، استاذ جورج من اسكندريه صباح الفل. اهلا اهلا يا استاذ جورج، اتفضل. الله يخليك. هي البنت ابوها يعني البنت بتبقى جدعه كل حاجه. ايوه. واسف معلش انا اسف الاول، اسف سلام على الاستاذه هبه. الله يسلمك، ربنا يخليك. الله تعيش. انت منورنا في الشاشه زي السحاب. شكرا يا استاذ جورج، ربنا يخليك. طب ازاي الـ 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 الاب برضو يراعي ان صباح الخير يا استاذ السحاب. صباح الفل، بس اسمعني من التليفون بس بلاش التلفزيون. الله يخليك. يا بنت ابوها البنت الجدعه، البنت الرقيقه اللي بتخاف على ابوها. تمام. شكرا استاذ جورج، شكرا شكرا لحضرتك، واتمنى ان اي من اصدقائنا لما يحبوا يتصلوا بينا اي وقت، سواء احنا دايما في التلفزيونات يقولوا ايه اسمعنا من التليفون مش من التلفزيون، بس النصيحه دي الناس كتير عقلها ما بيستوعبهاش، يعني اللي هو ازاي يعني اسمعك من التليفون مش من التلفزيون. فاتمنى ان اي حد يتصل بينا يسمعنا من التليفون. انا احاول كده اجري كده عشان اخد بعض التعليقات. مين العربي هي البنت طبع حنان والطيبه والجدعانه والقلب الحنون، تبقى نسخه من ابوها لما ابوها يبقى دي قلناها دي. طيب انا بس عايزه يعني جرى عشان ناخد بعض التعليقات التانية، لكن عايزه اقول على حاجه صغيره خالص. يعني جميل برضو ان يبقى الاب يراعي ده، يراعي ان بنته دي تبقى حاجه مختلفه خالص يعني، والمعامله تبقى مختلفه. ومش عيب على فكره لما عامل بنتي بخلاف ابني، يعني ممكن ابني ممكن اشد عليه شويه في بعض الحاجات لكن بحكمه طبعا يعني، لكن البنت الدلع مش الدلع التسيب برضو، عشان احنا بنفهم ساعات كلمه الدلع ان هي التسيب، بس هي بتبقى قريبه وهي فعلا بتبقى الاكثر احتياجا، لان البنت عندها حته العاطفه اعلى بكتير جدا من الولد. روما بتقول بنت ابوها دايما بتسمع كلام ابوها لدرجه انها بتتمنى تتجوز واحد في حنيه ابوها. جيهان ناروز تعديل اسحاق، مارينا كان عندها 5 سنين مش 5 سنين، لا مش
ماشي. المسيح يبارك اسحاق انت وهبه دايما منورين، شكرا يا استاذ وائل. هبه حليم بتصبح علينا وبتقول الف سلامه على هبه. طبعا البنت بنت ابوها في كل حاجه، بتطلع ب 100 راجل حتى لو متدلعه، بس وقت الجد بتلاقيها جدعه، تكون سند لجوزها، تتعلم تتحمل مسؤوليه زي باباها، تتشرب بيه في اي مكان. الاب قدوه وحب وطيبه القلب. لولو بتقول الف سلامه لهبه، فعلا اسحاق بابا ده كان كل دنيتي، ويوم فرحي كان هو اكتر واحد بيبكي عليا اني كنت ماشيه وسايباهم، مع اني بيني وبين البيت شارع صغير. ربنا ينيح روح امين. ملاك لوقا بيصبح علينا وبيقول الف سلامه على هبه. طيب يعني نكتفي بالتعليقات دي النهارده، وان شاء الله الحلقه تكون جميله وتعجب حضراتكم. نروح نشوف اية اليوم ونرجع تاني. آية النهاردة في إنجيل لوقا جميلة جدا، وكما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا أنتم أيضا بهم هكذا، زي ما عايز الناس تعاملك عاملهم، عامل الناس زي ما تحب ان هم يعاملوك. ببساطة جدا، نفسك الناس تعاملك ازاي يبقى عاملهم بنفس هذه الطريقة. معقول؟ طب الناس بتعاملني وحش، الناس بتبص بصة وحشة، الناس طريقتها متكبرة، يبقى انت بتحب كده؟ لا، انت بتحب ان انت الناس تعاملك ببساطة، يبقى عاملهم ببساطة، عامل بحب. عشان كده في بداية هذا الجزء رب المجد يسوع قال ايه؟ ولكني اقول لكم ايها السامعون، المبدأ بقى احبوا اعدائكم. هو خلاص، هو ده مفتاح الحياة، محبة الاعداء. وصية شكلها سهل، شكلها سهلة، دي شكلها صعب قوي. محبة الاعداء ده شيء صعب جدا، ولا يمكن لانسان طبيعي ان هو يحب اعدائه. وتحب احب اعدائي؟ امال تقولها لي كده يا رب المجد يسوع ازاي احب اعدائي؟ طب يا رب انا عايز احب اعدائي بس مش قادر. اقول لك ايوه، محبة الاعداء لن تاتي الا من خلال النعمة اللي ربنا يديها لنا، ولكن النعمة لا تعطى الا للمجاهدين. بتجاهد، بتعافر، بتتخانق مع ربنا وتقول له يا رب اديني قوة احب اعدائي، اديني قوة اعيش معاك، اديني قوة اقدر اخدمك، اديني قوة اقدر اعيش معاك. هو كده النعمة لا تأتي الا للمجاهدين. هتجاهد ولا لا؟ يا رب، وعايزك تخليني احب اعدائي علشان اعدائي يحبون. ما انا نفسي ان الناس تعاملني زي ما انا عايز اعملهم، او يعاملني بعملة حلوة. يبقى هو كده ببساطة جدا، محبة الاعداء تأتي من خلال ثلاث أفعال بقى. أصل المحبة دي كلمة واسعة قوي. أنا عايز أفعال ملموسة أعملها أقدر أوصل لقلوب أعدائي فيحبوني، يبقى بيني وبينهم محبة وعشرة. ثلاث أفعال دول، أول حاجة أحسنوا إلى مبغضيكم. أحسن، أقدم محبة، خدمات للمبغضين ليا. دي بقى حاجة بالتغصب، تقدم خدمة، اخدم كل الناس اللي تعرفهم واللي ما تعرفهمش، اللي بتحبهم واللي بتكرههم. تقديم خدمات بالتغصب حتى لمن لا يستحق. يبقى اول حاجه احسنوا الى مبغضيكم. ايوه، كان المعلم جرجس الجوهري اخو المعلم الكبير ابراهيم الجوهري، كان ماشي في شارع، ناس مجموعه من الناس قعدوا يتريقوا عليه ويشتموه ويغلطوا فيه كل مره، وهو عايزهم يعاملوه بطريقه حلوه. طب هو كان يبص لهم كده ومتنرفز. طب كل ما تريدون ان يفعل الناس بكم افعلوا انتم ايضا. طب عايزهم يعملوك ازاي؟ بمحبه؟ هو مش عارف. راح المعلم الكبير ابراهيم الجهري اخوه، قال له الناس دي انا عايزك تقطع لسانهم، بيغلطوا فيا. فرايح وجاء قال له سيبهم لي، انا هتصرف، انا هقطع لسانهم. تاني يوم معلم جرجس الجهري معدي، لقى الناس عاملين يقول اتفضل نورتنا، انت ابو المحسنين، ابو الكرام، ايه الكلام الحلو ده. ما راح لاخوه المعلم ابراهيم الجهري القديس ده العظيم، قال له عملت فيهم ايه؟ قال له حاجة، بعت لهم شوية أكل وشرب واحتياجات البيت، وقلت لهم المعلم جرجس وأنا بعتها لكم. ما لما قدمت لهم محبة وأحسنت لهؤلاء المبغضين صاروا أحباء. يبقى ببساطة جدا، هل عندي قدرة إن أحسن للمبغضين إلي؟ أحسنوا إلى مبغضيكم، قدم محبة لكل إنسان بدون تفرقة، وارمي خبزك على وجه المياه تجده بعد ايام كثيره. ما تحسبش اللي قال لك قدم وقال لك احسن اسمع كلامه. اول حاجه احسنوا الى مبغضيكم.
تاني حاجة باركوا لعينيكم، اتكلم بالخير على كل انسان، اش اي انسان اتكلم عليه بالخير، حاول تشوف الحاجة الحلوة اللي فيه. يحكى عن ابونا القديس العظيم ابونا بشوي كامل، مرة واحد من الشباب غلط في الكنيسة وغلط في ابونا وغلط في بنات الكنيسة وعمل مشكلة كبيرة قوي، والولد ده خدوه من الدولة ومسكوه وزبطوا الدنيا خالص. بعد كده بعد ما الموضوع خلص خالص وعاقبوا الولد يعني عايزين يعاقبوه كده، ما راحوا نادوا ابونا بشوي كامل قالوا يا ابونا بشوي كامل عايزين منك ناخد اقوالك. وقف ابونا بشوي كامل عند ضابط كبير في امن الدوله، والضابط اخذ اقواله في الاخر بيقول له والولد ده اللي عمل فيك وغلط الولد ده ابننا. ما ضابط الامن ده بيقول له يا ابونا بشوي كامل الولد اللي غلط فيك ومد ايده وشتم ده ابننا، ده ابننا صغنن ما عملش اي حاجه، ده حبيبنا، ده صغير، ده زي ولادي ما عملش حاجه. يا ابونا قول ما عملش حاجه، ده ابننا زم ده مفيش حاجه، مفيش حاجه. والموضوع خلص على كده. تاني يوم بقى ابونا لقى سيداروس اللي بيحكي الحكايه راح لضابط الامن الدوله، ما ضابط امن الدوله خد اقواله قال له الولد عمل ايه، ما ابونا لقى بيقول له حكيت له عمل كذا وكذا 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 الولد. راح ضابط امن الدوله قال اقفل المحض على هذا وخلص الموضوع، وراح بص لابونا له قال له انتوا عارفين ابونا بشوي كامل بتحكوا؟ قال له اه. ما ضابط امن الدوله بيقول له انت مش بتقول عليه الراجل ده بتاع ربنا؟ ما ابونا لقى قال له اه ابونا بشوي كامل ده بتاع ربنا. قال له لا ده اعلى من كده بكتير، ده مش بتاع ربنا بس، حاجه كبيره قوي قوي قوي، ده امبارح ما رضاش يقول كلمه وحشه على هذا الشاب الا اهانكم اهاني الكنيسه. هو كده باركوا لعنيكم، حتى هذا الانسان ابونا بشوي كامل ما رضاش يقول فيه كلمه وحشه، فصار بركه لكل انسان حتى البعاد قالوا على ابونا بشوي كامل كلمه حلوه. اخر حاجه صلوا لاجل الذين يسيئون اليكم، صلي لاجل اي انسان، إريانوس والي أنصنا يقتل في المسيحيين، المسيحيين يصلوا له يتحول إريانوس إلى مسيحي ثم شهيد. يبقى ببساطة جدا، وكما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا أنتم أيضا بهم هكذا، قدموا لهم خير لكل إنسان، باركوا كل إنسان، صلوا لأجل كل إنسان، وافرحوا بربنا لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.